لأ احنا بنخسر في كل الألعاب، بس الصراحة يعني هي لعبة واحدة اللي ما بنخسرش فيها، يمكن عشان مركز معاها شوية يعني. كرة الباسكت النسائية هي فعلا اللي أقدر أستثمر فيها جامد، وأوعدك بعد 3 سنين أقدر أصدر برا مصر. واو كيوتيز كيوت قوي. يلا يا بنات يلا حبايبي يلا على التدريب. عدل بطة. نعم. تعالي هنا يا حبيبتي. أمرني. مفيش وقت للتدريب خالص عشان عندي ظروف دلوقتي. يلا إلغي التمرين. نعم يا عين أمك. ده لو ما كانتش العيادة تتدرب النهارده هتربلك المكان على اللي فيه. أنت بتكلمي رئيس نادي. وأنت بتكلم مدربة لعبة راقية. مدربة بني. بني؟ هي بتدرب فراخ؟ اسكت أنت مش فاهم حاجة. طب خلاص يا بط خلاص روح يا بابا كملي التمرين. اتفضلي. ياه دايما بتغلبني بالحجة. هي دي مدربة الباليه؟ لا ده كان المبنى الاجتماعي، لقيت محدش بيقعد فيه قلت اما اجيبه واعمله مدربة باليه. الله على دماغك يا فخر، من واحنا صغيرين وانت بتفكر صح. امال ايه؟ اسيب المبنى مهجور يعني الشباب يقعدوا يضربوا فيه ويلعبوا قمار؟ لا استفاد منه انا احسن وهكله في مصلحة الكيان. لا 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 ركزوا معايا هنا، تتسحلوش معاها. عشان اتسحلت معاها مرة وهي بتدرب العيال قعدت شهر بيجيلي كوابيس. يا ساتر يا ما تبصيش يا رتاش، بص قدامك. بطوط اوعي تاكل حد من العيال عشان اهاليهم بيجوا يشتكولي انا. يا فخر هنعمل ايه؟ ولا انت لو سألت السؤال ده تاني انا هقوم انتحر دلوقتي. سيبوني نفسك خالص وانا هتصرف في موضوع السحاوي ده بدماغي انا بقى. ولا سيد انت ما تعرفش حاجة عن ابوك واخواتك يا؟ ما اعرفش طريق حد غيرك. تمام يبقى انا هبعت الواد دقدق يعس وراهم كده ويجيب لنا اخبارهم. على الله التسهيل. انا هطلع دلوقتي اغير وانت اعمل حسابك هتيجي معايا مشوار. مشوار ايه اللي هتاخدني فيه؟ لا بقى اعملوا حسابكم ان مفيش اسئله من هنا ورايح، اللي هقوله هيتنفذ على طول. يا باشا هنروح فين يعني؟ عند ماي اكس خطيبتي، كانت واخدة مني 150,000 جنيه وذهب وألماز وشبكة وياقوت وشوكولاتات، كانت واخدة حاجات كتير قوي. كان زمان الواحد معاه فلوس، إنما دلوقتي الجنيه بقى براجل لما أقصد.